والمسلم لا يمكن أن يحترز عن المحرمات وأن يلتزم بالواجبات إلا عبر السؤال، لأنك إذا كنت جاهلا للحكم الشرعي فعليك أن تسأل حتى تطمئن نفسك بأنك لم تقع في الشيء المحرم. وهذه الحقيقة قضية ينبغي للسادة المشاهدين أن ينتبهوا إليها. نعم. يعني لا ينبغي لإنسان أن يدعي أو الجهل أو يتجاهل ويعني يدعي أنه لا يعرف الحكم ويتوقع أنه سيعفى عنه. صحيح الجاهل من أو الجهل من الأمور من الأعذار التي يعذر بها الشارع الحكيم، لكنه لن يعذر على تفريطه. الجاهل المعذور هو الذي لم يستطع السؤال، لم يجد من يعلم، غابت عنه القضية أصلا. أما من وسعه واستطاع وأمكنه أن يسأل عن دينه وعن حكم الله جل وعلا ثم فرط، فلا شك أنه محاسب على ذلك، والله أعلم.